له يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعه تسميه حزب الله الارهابي. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في عناوين المسائية. يوم أمني طويل في بروكسل ينتهي باعتقال مشتبه بهم، وضربات التحالف الدولي تصطاد الرجل الثاني في داعش. إحياء الجمعة العظيمة في لبنان والعالم، بيروت بدرب الصليب ودفن المسيح. بان كي مون يجول شمالا وبقاعا ويعاين اوضاع النازحين ميدانيا. اخذ كارت شخصي من بنك بيبلو، استردت حق سيارتي لبيي، وكان عايزني كم غرض بعد نقل على بيت جديد وهيك، فطرح لحد مثل ما بيقولوا. فجبت له شيء صغير لابن اختي، ما انا خاله، شيء بيسلم. هي طرد الشخصي 12,000 دولار ب 242 دولار بالشهر على 6 سنين من بنك بيبلوس. أهلا بكم. في الجمعة العظيمة مشى المسيح درب الجلجلة وافتدى البشر، فكانت مسيرة الألام التي حملت بشرى الولادة المتجددة. وسؤال: من يحمل للبنانيين بشرى ولادة الوطن؟ فيتدحرج عن صدره حجر قوى تعطيل الانتخابات الرئاسية ومافيات الفساد، ومن يدحرج عن صدور اللبنانيين أيضا عبء السلاح المتنقل في الساحات العربية خدمة لأغراض إيران، ومن يعيد حزب الله إلى الوطن من دون أن يكون فرقة سباقة لقتال السوريين الرافضين لنظام بشار الأسد. في ألام اللبنانيين الناتجة عن النزوح السوري وأعبائه، جاءت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يومها الثاني لتضع الإصبع على جزء منها بتقديم 100 مليون دولار لتمويل مساعدة لبنان لضمان التحاق كل الأطفال اللاجئين بالمدارس. أوروبيا، ظل إرهاب داعش المتنقل الشغل الشاغل بعد التفجيرات الانتحارية في بروكسل، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن قتل عدد من كبار قياديي داعش في سوريا وبينهم الرجل الثاني في التنظيم. إذن اعتقلت السلطات البلجيكية 3 أشخاص على صلة بالمخطط الإرهابي الذي أحبطته فرنسا أمس، وهو في مراحل متقدمة من الإعداد. وفيما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قرب القضاء على خلية مرتكبي اعتداءات باريس وبروكسل، تعهد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من بروكسل باستكمال الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه. يوم أمني طويل شهدته 3 مناطق في بروكسل انتهى باعتقال 3 أشخاص على صلة بالمخطط الإرهابي الذي أحبطته السلطات الفرنسية الخميس، بعدما اعتقلت مواطنا يدعى رضا كريكيت في باريس ينتمي لشبكة متطرفة وعثر في شقته على أسلحة ومتفجرات. حي سكاربيك هو النقطة الأخيرة التي انطلق منها منفذو تفجيرات الثلاثاء في بروكسل، وهناك تركزت الحملة الأمنية التي شنتها الوحدات الخاصة في الشرطة الفيدرالية البلجيكية التي اقتحمت منزلا بحثا عن المطلوبين في عملية تخللها سماع دوي انفجارات متتالية وترافقت مع إخلاء محطة قطار في بروكسل بصورة مفاجئة ولفترة وجيزة. وفيما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قرب القضاء على خلية مرتكبي اعتداءات باريس وبروكسل، حمل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري رسالة دعم من بلاده إلى بلجيكا التي أكد منها استعداد واشنطن لتقديم المساندة استخباراتيا وأمنيا في التحقيقات باعتداءات الثلاثاء الدامية. لن نخضع للإرهاب وسنواجهه بكل حزم وقوة، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نقضي على هذه الإيديولوجية الجبانة.
داعش لا يحظى بدعم أي حكومة في العالم، ولكن القضاء عليه يتطلب وقتا ومثابرة وتعاونا وموارد. وفي جديد التحقيقات أكد النائب العام البلجيكي أن نجم العشراوي هو أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل، وهو على صلة باعتداءات تشرين الثاني في باريس، حيث عثر على بصمته الوراثية في مسرح بتاكلان وعلى حمضه النووي في ستاد دو فرانس. وفيما اعتقلت ألمانيا شخصين في فرانكفورت يشتبه بتورطهما في تفجيرات بروكسل، ذكرت صحف بلجيكية أن المحققين تعرفوا على مشتبه به جديد يعتقدون أنه لعب دورا في تفجيرات بروكسل، وهو السوري نعيم الحامد في 28 من عمره، ويرجح أن يكون أيضا على علاقة بهجمة باريس الأخيرة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن ضربات التحالف الدولي أدت خلال الأسبوع الفائت إلى تصفية عدد من أبرز قياديي داعش، وبينهم الرجل الثاني في التنظيم المتطرف وهو المسؤول عن العمليات المالية فيه. خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الدفاع الأمريكية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر مقتل عدد كبير من كبار قياديي تنظيم داعش في سوريا هذا الأسبوع، بينهم الرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن القادولي الذي كان يتولى مسؤولية العمليات المالية في التنظيم المتطرف. كارتر أوضح أن مقتل الرجل الثاني في داعش سيضعف قدراته الميدانية، مشددا على أن داعش يعمل على تجنيد كل قدراته لاستهداف أوروبا. كارتر أعلن أنه ناقش مع ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان استمرار التعاون في محاربة الإرهاب، واتفق معه على تشكيل مجلس أمريكي خليجي لهذه الغاية على أن يعقد جلسة له في 21 من نيسان المقبل. من جهته أعلن الرئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي أن الأشهر المقبلة ستشهد نشر قوات أمريكية برية القضاء على داعش بالموصل. وبالعودة إلى الرجل الثاني في تنظيم داعش عبد الرحمن القادولي، هو عراقي الجنسية ويحمل أسماء حركية عديدة منها أبو علي الأنباري، أبو علاء العفري وأبو إيمان. عينه زعيم داعش أبو بكر البغدادي نائبا له بعد مقتل العقيد سمير الخليفاوي، وهو يشغل منصب رئيس مجلس الشورى في داعش، فيما أشارت معلومات غير مؤكدة بأن القادولي يرأس أيضا عمليات التنظيم العسكرية. في رتبة سجدة الصليب في الصرح البطريركي، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يدعو لضم آلامنا لخلاص عالم يهيم بمزيد من الأحقاد والنزاعات. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة سجدة الصليب في كابيلا القيامة في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير ولفيف من الأساقفة والكهنة. بعد الإنجيل المقدس ألقى الراعي عظة قال فيها إن موت المسيح دعوة لنعيش طريقه وعلى مثاله. العالم الذي يهيم في مزيد من الأحقاد والحروب والنزاعات والإساءات كما نرى على كل وجه الأرض، هذا يعني أن العالم بحاجة إلى فداء، والفداء هو دورنا كما يقول بولس عندما واجه آلامه الشخصية: إنني أتم في جسدي ما نقص من آلام المسيح من أجل الكنيسة. الكاردينال الراعي قال أن يسوع علمنا من خلال أناجيل آلامه وموته كيف تحمل كل شيء وهو بريء من أجل فدائنا، وعلمنا أن نواصل هذه الرسالة، رسالة الفداء، وعلمنا بصمته كيف نتحمل الظلم والإساءات. المناطق تحيي الجمعة العظيمة بالزياحات وبرتبة دفن المسيح، والعظات تأمل بانتخاب رئيس للبلاد وتدين الإرهاب. إلى قاعة البابا يوحنا بولس الثاني توافد السياسيون والمؤمنون للمشاركة في رتبة سجدة الصليب في يوم جمعة الآلام في جامعة الروح القدس الكاثوليك، فيما غاب رئيس الجمهورية للسنة الثانية على التوالي. صلي من أجل كل مسؤول في العالم وخاصة في وطننا الحبيب لبنان، لكي نسمع جميعا على الدوام صوت السماء، وهو هذه الأيام لا أحد يسمعه. نصلي من أجل ضحايا الإرهاب في كل البلدان، ونصلي أيضا لكي يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ولكي يكون وطن الحبيب لبنان في مأمن من أي شر. نسجد لآلامك أيها المسيح.
وفي كنيسة مارلياس أنطلياس عمت الصلوات واحتفل برتبة آلام السيد المسيح ونظمت زياحات درب الجلجلة في باحات الكنيسة والساحات. كما أقيم جناز السيد المسيح في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك طريق الشام برئاسة راعي الأبرشية المتروبوليت كيريلوس بوستروس. وإلى كاتدرائية مار أستفان في البترون ترأس راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله رتبة الدفن وأقيمت مسيرات مراحل درب الصليب وألقيت العظات. وفي الشمال أحيت الكنائس المناسبة وحملت الصلبان داخل النعوش الخشبية المليئة بالورود. كما أحيت الطوائف المسيحية الجمعة العظيمة في بلدات عدة في البقاع منها بلدة نبحة حيث نظمت مسيرة درب الصليب للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما بمشاركة حشد من أبناء البلدة المسيحيين والمسلمين. وإلى الجنوب عمت قضاديس الجمعة العظيمة منطقتي صيدا وجزين واحتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي برتبة دفن الصليب. المسيحيون في المنطقة والعالم أحيوا بدورهم رتبة الآلام في يوم الجمعة العظيمة. وسط انتشار أمني كثيف لجنود الاحتلال الإسرائيلي شارك مئات الفلسطينيين والسياح الأجانب في مسيرة درب الصليب لمناسبة الجمعة العظيمة في الشوارع القديمة لمدينة القدس المحتلة. المشهد لم يختلف في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، عشرات المؤمنين رفعوا صلبانا خشبية إلى جانب الأعلام الفلسطينية وشاركوا في مسيرة درب الصليب على وقع صلوات وترانيم الآلام. إلى الفلبين وكما درجة العادة سنويا منذ العام 1960 تابع المئات تمثيل محطات الألام والصلب والموت في قرية شمال مانيلا. 3 أشخاص يرمزون إلى السيد المسيح والإصطي اليمين واليسار وضعوا على صلبان خشبية عملاقة، فيما أدى المؤمنون الصلوات والترانيم الخاصة بالجمعة العظيمة. أما في مدينة سيدني الأسترالية فشارك مئات المؤمنين في مسيرة درب الصليب، حيث أعاد أحد الممثلين إحياء مراحل الآلام التي مر بها السيد المسيح، فحمل الصليب الخشبي الكبير وسار في شوارع المدينة واضعا إكليلا من الشوك على رأسه. في مؤتمر صحفي عقده مساء في مقر إقامته في فندق فينيسيا تحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن اللقاءات والزيارات التي قام بها في لبنان. بان كيمون لفت إلى أن الأمم المتحدة والبنك الدولي الإسلامي حضروا من أجل مساعدة لبنان واللاجئين السوريين وتوفير الظروف الأفضل لهم. إلى ذلك دعا بان كيمون الأطراف اللبنانيين إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كما أعرب عن دعمه للقوى المسلحة الشرعية اللبنانية لا سيما في عملها على الحدود، لافتا إلى أن عملها مهم ليس فقط لأمن لبنان بل لأمن المنطقة ككل. وعن الصراع في سوريا أكد بان كيمون أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة وأن الوقت قد حان لوقف العنف والظلم. أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون جال على مخيمات النازحين السوريين في البقاع الأوسط والشمال وافتتح مركز الشؤون الاجتماعية في طرابلس. هكذا استقبل أهالي مخيم نهر البارد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي وصل إلى المخيم ضمن جولة للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين في مخيمات لبنان، وبمواكبة أمنية مشددة نفذتها وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي جلبان على المخيم وسمع شرحا مفصلا من قبل مدير الإعمار لمراحل إعادة الإعمار والخطوات التي أنجزت والعقبات والخطط القريبة لاستكماله. سفير فلسطين أشرف دبور شرح المعاناة الكبرى للاجئين في الشمال ومخيم البارد داعيا إلى أهمية الدفع بإعادة الإعمار بالسرعة اللازمة وعدم التأخر نظرا لحجم المأساة الإنسانية. من جهته نوه الأمين العام بصبر أهالي البارد وأكد أن هيئات الأمم ومنظماته لن تألو جهدا لاستكمال ما وعدت به في كل المجالات الصحية والتربوية وإعادة الإعمار، وستقوم باتصالات من أجل تحقيق ذلك مع كل الجهات المانحة. ثم قدم له السفير الفلسطيني درعا تقديريا
سريا لمناسبة زيارته باسم الرئيس الفلسطيني. من بعدها توجه بان إلى منطقة القبة في طرابلس لافتتاح مركز الشؤون الاجتماعية في حضور وزير الشؤون رشيد درباس، وأكد بان أن زيارته هي لدعم شعوب المنطقة ولتحسين حالتهم الاجتماعية، ولتحقيق ذلك نحن بحاجة لدعم الدولة اللبنانية. إن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة لبنان لدعم المجتمع، وما تقوم به مراكز الرعاية الاجتماعية هاما جدا، كونه يستهدف فئة من الناس تنتهك حقوقهم الإنسانية. وأنا مرتاح لزيارتي لهذا المركز، وبعد اطلاع على ما يقدمه من خدمات التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا يدخل ضمن أهداف الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في لبنان والمنطقة. أشعر من حرارة اللقاء أن طرابلس قد أصبحت نقطة مضيئة في الخريطة الدولية. أما رئيس البنك الدولي جيم كيم الذي رافق بان في جولته، فأعلن من بحنين تقديم 100 مليون دولار للبنان. وإلى حي التنك في الميناء وصل الأمين العام للأمم المتحدة للاطلاع على أوضاع النازحين السوريين وأبناء المنطقة، ليتوجه بعدها إلى الملعب الأولمبي حيث استقل طائرته متوجها إلى بيروت. وفي بيروت زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطرانية بيروت المارونية، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتناول اللقاء أبرز المواضيع المطروحة على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وخلال اللقاء سلم الراعي بان كي مون مذكرة مفصلة تتضمن عرضا للمواضيع الشائكة الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. انتقل بعدها مون إلى مخيم الدلهمية في البقاع الأوسط، حيث التقى عائلات سورية واستمع إلى شؤونهم ومتطلباتهم. وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن السلم الأهلي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة السورية، متمنيا أن تؤدي مساعي الأمم المتحدة إلى نتائج إيجابية فيما خص وقف إطلاق النار في سوريا. لاقت تصرفات وزير الخارجية جبران باسيل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استغرابا واسعا من قبل المتابعين للشأن الدبلوماسي، وسط حديث عن أن باسيل يتصرف بكيدية. تقرير ربيع شنطف. بالنسبة لوزير الخارجية جبران باسيل، فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجرد موظف ولا يستحق استقباله في المطار من قبل معاليه. أما بالنسبة لرؤساء الدول الكبرى فإن كي مون شخص فوق العادة وله مكانته العالية، إذ يتم ترحيب به بحفاوة بالغة. أمين عام للأمم المتحدة موظف مثلنا كلنا، يعني لما أنا كنت وزير كنت موظف، الوزير موظف، كلنا موظفين بخدمة الشعب، هو موظف بخدمة شعوب العالم، وموقعه يعني محترم جدا في العالم، أنه أمين عام للأمم المتحدة مش أي شخص. فعادة بيطلع وزير الخارجية بيستقبله، هلا ما قدر لأسباب بعد حدا منيح، بس ما عاد استقبله. تبين شوية غريبة انه وزير الخارجية اللي هو مفروض يحتضن الزيارة ويرافقه الى الاماكن اللي بده يزورها، يعني او على الاقل يوجهه. ومن جهة تانية مهم جدا انه كل مشاكلنا اللي مع الامم المتحدة يعرضها وزير الخارجية ويقول له، حتى إذا بختلف هو وياه بدي أقول له نحن هذا موقفنا. فأنا بستغرب أنه كيف ما صار لحد هلا استقبال. مصادر متابعة أفادت تلفزيون مستقبل أن السبب الحقيقي وغير المعلن لتصرف باسيل مع بان كي مون هو الضغط الذي مورس عليه من قبل حزب الله، مذكرة بأن الحزب كان استبق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان والتي قام بها عام 2012 بالقول إن بان كي مون غير مرحب به في لبنان. أفخم فنادق لبنان ضحية الوضع الاقتصادي المتردي وغياب السياح والمغتربين، فندق فينيسيا يواجه أزمة مالية خانقة ومن تداعياتها صرف 60 موظفا. تقرير محاسن حلبي. واقع الاقتصاد اللبناني المتردي سنة بعد سنة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية وغياب السياح ترجم أزمة في أهم فنادق العاصمة وهو فندق فينيسيا، حيث بدأ بصرف موظفيه. شغلة طبيعية، وهذه كنا نحذر منها، أنه اليوم القطاع عم يدهور، اليوم في تراكم خسائر وصلت للمؤسسات يلي هي ما أنا قادرة تكمل بالمصاريف اللي كانت موجودة، في تقليص للمصاريف، منا اقفال جزئي للفنادق، وهذا اللي عم بيصير وين ما كان. اليوم اكبر واعرق
مؤسسة بلبنان هي فندق فينيسيا اللي عم ينحكى عنها، عندهم 850 موظف في فصل لستين واحد، يعني الأرقام مش أرقام غير طبيعية. فندق فينيسيا اللي هو أول وجهة سياحية بلبنان كان ينتلي الفينيسيا، ووقت اللي ما يعود عنده مطارح يبلش يوزع على الفنادق في بيروت بيكون في هذا الوضع. فاليوم ما عاد في فندق كبير فندق صغير، فندق دولي أو فندق لبناني، كلياتنا نحن بزيت المركب، ويوم اللي رح يغرق المركب رح يغرقه. خمس سنوات من المعاناة في ظل غياب أي حل سياسي أو حتى اقتصادي، والأمور تتجه إلى الأسوأ إلى حد منعت الدول العربية رعاياها من المجيء إلى لبنان. ما في ولا خطة لنقدر نرجع نعيد النهوض، لأنه إذا ما في انتخاب رئيس جمهورية ما في نهوض، ولا في خطة مالية لمساعدة المؤسسات السياحية والاقتصاد اللبناني. هو صار في جدولة للديون، هالديون كانت مدعومة من الدولة، وقت اللي عملوا إعادة الجدولة المال اللي الجدول منه مدعوم. نحن صرنا خمس سنين من طالب بدعم جدولة اللي اليوم الحكومة مبدئيا مفروض تتخذ هالقرار. هذا وقد أكدت مصادر خاصة لتلفزيون مستقبل بأن تسريح العمال لن يقتصر فقط على فندق فينيسيا، بل سيشمل مؤسسات سياحية أخرى. غياب السياح والأشقاء العرب بدأت انعكاساته تكبر ككرة الثلج، وما أزمة فندق فينيسيا إلا بداية لموجة من الإقفال وتسريح الموظفين وإفلاس مؤسسات سياحية. محاسن حلبي، تلفزيون مستقبل. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. كتائب الأسد تبدأ باقتحام بساتين تدمر وتظاهرات جديدة لمعارضي النظام. الصدر يمهل العبادي حتى الغد لتقديم حزمة إصلاحات مقنعة. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. يوم أمني طويل في بروكسل ينتهي باعتقال مشتبه بهم، وضربات التحالف الدولي تصطاد الرجل الثاني في داعش. إحياء الجمعة العظيمة في لبنان والعالم برتب درب الصليب ودفن المسيح. بان كي مون يجول شمالا وبقاعا ويعاين أوضاع النازحين ميدانيا. بدأت كتائب الأسد عملية اقتحام بساتين مدينة تدمر بريف حمص وسط اشتباكات مع تنظيم داعش، في وقت خرجت التظاهرات بعد صلاة الجمعة في العديد من المدن والبلدات السورية مؤكدة تمسكها بمبادئ الثورة. في خرق للهدنة في مدينة الزبدان استهدفت عناصر حزب الله المدنيين برصاص القناصة، ما أدى لسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى. وفي الغوطة الشرقية استهدفت قوات الأسد محيط بلدة كفر بطنة بصاروخي أرض أرض، أدت لسقوط عدد من الجرحى من المدنيين. وفي تطور لافت سيطرت كتائب الأسد والميليشيات الداعمة لها على قلعة تدمر الأثرية بعد سنة تقريبا من سيطرة تنظيم داعش على القلعة الواقعة في ريف حمص بعد معارك عنيفة وبدعم جوي من الطائرات الروسية. هذا واستهدفت طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام مدنيين حاولوا النزوح باتجاه دير الزور شرق البلاد، مع استمرار قصف قوات النظام الأحياء السكنية داخل المدينة. أما في حلب فتمكن الثوار من استعادة السيطرة على قرية طوقلي بالريف الشمالي بعد اشتباكات عنيفة دارت ليلا مع عناصر تنظيم داعش، سقط خلالها العشرات من عناصر التنظيم بين قتيل وجريح. ومجددا عادت إلى الشوارع التظاهرات المعارضة للنظام السوري، حيث شهدت عدة مدن وبلدات خروج مسيرات رفع خلالها المشاركون أعلام الثورة وهتفوا بشعارات تؤكد الإصرار على مطلب إسقاط النظام وتنتقد الدور الروسي في البلاد. واستغل المواطنون سريان اتفاق الهدنة في بعض المناطق وتراجع عمليات القصف للعودة إلى التظاهر واستعادة زخم الحراك السلمي الذي بدأت به الثورة السورية قبل خمس سنوات. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تحرير ناحية كبيسة في الأنبار بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي،
فيما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باتخاذ موقف يعلنه لاحقا في حال لم يقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمة إصلاحات منطقية ومقنعة بحلول يوم غد. مدد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر حتى يوم السبت المهلة لرئيس الحكومة حيدر العبادي لإعلان إصلاحات حقيقية وموقفه من حكومة التكنوقراط التي اقترحها عليه. الصدر في كلمة ألقاها نيابة عنه أسعد الناصري من أباب بوابة المنطقة الخضراء لوح أنه في حال لم يلتزم العبادي بإصلاح حقيقي يوم السبت فسيكون للتيار موقف آخر ولن يكتفي بالاعتصام أمام المنطقة الخضراء. وضع الصدر أنصاره للتظاهر في جمعة جديدة في بغداد وأصدر توجيهاته للمتظاهرين بإطلاق تظاهرتين منفصلتين تلتقيان معا في ساحة التحرير وسط بغداد وتتوجهان معا للالتقاء بالمعتصمين على مدخل المنطقة الخضراء لاستكمال التظاهرة وتأدية صلاة الجمعة. ميدانيا وفي اليوم الثاني من إطلاق عملية الفتح لتحرير نينوى من تنظيم داعش واصل الجيش العراقي تقدمه جنوب الموصل وتشارك قوات من الحشد العشائري وطائرات التحالف الدولي في العملية كما أكدت مصادر في قوات البشمركة استعدادها للمشاركة. هذا وأعلن التحالف مقتل 75 مسلحا من داعش بقصف لطائرات التحالف الدولي في محافظتي كركوك ونينوى. وتعد هذه الحملة أولى مراحل عملية تهدف الحكومة من خلالها إلى استعادة الموصل هذا العام. بدوره أعلن قائد عمليات الجزيرة في العراق اللواء علي إبراهيم دبعون تقدم القوات الأمنية في عمليات تحرير قضاء هيت غرب الرمادي مشيرا إلى مقتل وجرح العشرات من تنظيم داعش. أعلنت هيئة الأركان اليمنية أنها أعطت أوامر لإيصال الدعم والتعزيزات العسكرية إلى مدينة تعز. من جهة ثانية تشهد منطقة الضباب في تعز معارك ضارية مع الميليشيات فيما تحلق مقاتلات التحالف بكثافة في سماء هذه الجبهة. وتحدثت الأنباء عن مقتل 29 حوثيا وإصابة العشرات في تعز خلال الغارات الجوية والمواجهات التي جرت في المنطقة. قتل 60 مسلحا وأصيب 40 آخرون في قصف شنته طائرات الجيش المصري في رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء مستهدفة تنظيم بيت المقدس الذي أطلق على نفسه قبل أشهر اسم ولاية سيناء وأعلن مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي. يأتي ذلك في وقت أعلنت الشرطة المصرية أنها حددت هوية قتلة الطالب الإيطالي إثر مقتل 4 أشخاص كانوا يشكلون عصابة متخصصة في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بزعم محاولتها طعن شرطي إسرائيلي على مدخل حي العيسوية في القدس. ويأتي ذلك في وقت أصيب عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات جرت في عدد من القرى في الضفة الغربية وذلك رفضا للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين. نفت السفارة السعودية في أنقرة الأخبار المتداولة عن تحذيرها المواطنين السعوديين من الذهاب إلى تركيا تزامنا أعلنت تركيا حظر التجوال في 18 قرية تابعة لمقاطعة سيلفان في ولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد. جاء ذلك بعد مقتل 3 جنود أتراك وجرح 22 في هجوم بسيارة مفخخة استهدف ثكنة للشرطة جنوب شرق تركيا. وتتابعون في الأخبار المحلية بعد الفاصل. انفجار محول كهربائي في صيدا بعناصر الدفاع المدني. وللمرة الأولى في التاريخ التقاط فيديو لانفجار نجم عملاق. أهلا بكم من جديد. حذر رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي من أنه إذا أراد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عبر النزول إلى الشارع فإن كل المحرمات ستسقط وسائر الخيارات ستحضر ومنها خيار النزول إلى مجلس النواب في جلسة الانتخاب. وأكد فرنجي في حديث لصحيفة الجمهورية أنه يرفض إلغاء نفسه وكشف أن حزب الله لم يطلب منه لا الاستمرار في ترشيحه ولا الانسحاب لمصلحة عون وقال حتى لو طلب الحزب مني هذا الأمر فأنا لن أقدم عليه وأكد أنه يثق بالرئيس سعد الحريري وقال إذا كان يعتبر البعض أن تأييد الحريري لترشيحي مناورة فلنترك الأيام تثبت ذلك.
في ختام زيارته إلى واشنطن، أعرب وزير المال علي حسن خليل عن ارتياحه لنتيجة محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين بعدما سمع منهم الحرص على استقرار لبنان والاستمرار في دعمه والمساعدة في تحريك ملف رئاسة الجمهورية الذي يشهد تعقيدات كثيرة، والذي بات واضحا أنه يحتاج إلى دفع إقليمي ربما يكون مفتاحه العلاقات السعودية الإيرانية التي أصبح الباب إليها تسوية في اليمن وليس في سوريا. وتوجه خليل في كلمته إلى الأمريكيين بالقول: ما زلنا نتطلع إلى دور أكبر في دفع العملية السياسية في لبنان، ونحن نعيش مرحلة من الصعب فهم عناصرها، إذ لا رئيس الجمهورية ومجلس النواب معطل والحكومة تعطلت مرارا ولا تعمل بكامل طاقتها. أضاف خليل: إن معركتنا واحدة مع الإرهاب، ولبنان دفع ثمنا قبل كل العالم في مواجهة هذا الإرهاب، وبات واضحا أن الإرهاب يتطلب جهودا عالمية بعد الذي شهدناه في بلجيكا. كاد حريق اندلع في محول كهربائي يغذي أحد الأحياء في مدينة صيدا بالتسبب في كارثة عندما انفجر المحول أثناء محاولة رجال الدفاع المدني إخماد الحريق، حيث نجوا بأعجوبة. وفي التفاصيل، أن قاطني بناية الدندشلي في محلة حي الحاج حافظ في صيدا أبلغوا عن حريق اندلع في غرفة المحول الكهربائي الرئيسي والذي يغذي المنطقة، فسارعت إلى المكان فرقة من الدفاع المدني مع سيارة إطفاء في محاولة لتطويق النيران، وعملوا على إخلاء المبنى، لكنه أثناء محاولة ثلاثة من عناصر الدفاع المدني إخماد الحريق بواسطة بودرة عازلة انفجر المحول المحترق، وكاد في هذا الانفجار أن يودي بحياتهم، وتسبب الأمر بأضرار جسيمة في المكان. الكاتبة وداء طه وقعت روايتها وأخون نفسي في خان الإفرنج في صيدا برعاية النائب بهية الحريري. وقعت الكاتبة الفلسطينية وداء طه روايتها الجديدة وأخون نفسي بالتعاون مع دار الفارابي، وذلك باحتفال أقيم في خان الإفرنج في صيدا برعاية النائب بهية الحريري ممثلة بالسيد علي الشريف وحضور حشد كبير من المثقفين والمهتمين. رواية بتحكي عن كل الأفعال اللي ممكن تندرج تحت معنى الخيانة، الكذب، النفاق، تنكر للحب، أي شيء. هي بتعالجها من يمكن من وجهة نظر أنثوية أكثر، من وجهة نظر نساء مسحوقات موجودين بالسجن أو بالحياة العادية، أو نساء هن ناجحين بحياتهم بس دواخلهم مهشمة ومحطمة بسبب أفعال الخيانة المتتالية عم بيقوموا فيها. بالنسبة لي أهم الأحداث هي أن يولد كتاب وأن نحتفل بولادة كتاب، خاصة بزمن احنا بصراحة احوج ما نكون الى هذا الجمال، خاصة جمال الادب وجمال الثقافة وهذا الوعي. وفي ختام الحفل الذي تخللته كلمات اشادت بالكاتبة وروايتها، وقعت طه كتابها للحاضرين والتقطت الصور التذكارية معهم. ديناصور في مرآب للسيارات، ووالدة تنفق اكثر من 60,000 دولار لتشبه ابنتها. هذه الاخبار وغيرها في هذه الصفحة من المتفرقات. دعابة مرعبة نفذها شابان أستراليان ضد أربعة من زملائهما في العمل. الشابان المعروفان بمقالبهما الطريفة استدرجا الموظفين إلى مرآب السيارات، حيث كانت بانتظارهم مفاجأة مخيفة عبارة عن ديناصور مزيف، ولكنه يبدو حقيقيا لدرجة أنه أثار الذعر في صفوف الضحايا الذين أطلقوا نداءات استغاثة وهم يحاولون الفرار من أمامه. أكثر من 60,000 دولار أنفقتها سيدة بريطانية في عقدها الخامس على صالونات التجميل والعمليات الجراحية، والهدف أن تصبح شبه ابنتها الثلاثينية. الخطة نجحت لدرجة أن البعض بات يعتقد أنهما شقيقتان توأم، حتى أن الابنة أصبحت تخشى أن تبدو يوما أكبر سنا من والدتها المولعة بالجراحات التجميلية. للمرة الأولى في تاريخ البشرية التقط تلسكوب الفضاء كبلر التابع لوكالة ناسا شريط فيديو يظهر لحظة انفجار نجم بعيد وانبعاث ضوء منه أكثر سطوعا من الشمس ب 130 مليون مرة. النجم الذي انفجر هو أكبر ب 500 مرة من الشمس، ويبعد أكثر من مليار سنة ضوئية عن الأرض، وقد استمرت هذه الظاهرة لـ 20 دقيقة.
شريط فيديو مذهل حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب يظهر إشعال 6000 عود كبريت دفعة واحدة في مشهد يشبه اندلاع حرائق الغابات. صفحة الأحوال الجوية الآن مع كارين خراط. ما في شي بيوقفك مع ألفا 4x4 لخطوط ألفا بريبيد 400 ميجا بايت 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك أند 40 دقيقة حكي و 400 SMS بس 12 دولار. العرض محدود. بونسوار. طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ليرجع يتأثر بكرة السبت بمنخفض جوي بارد وأمطار ورح تستمر حتى بداية الأسبوع. التفاصيل كلها من بعد فكرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو عن الحدائق، اعطونا صوركم واربحوا معنا. هلأ مننتقل على الدول العربية ومنبلش جولتنا بتونس 19 درجة، رباط كمان 19، الجزائر 18 درجة، منكفي على بغداد 24، دمشق 20، القدس 22، عمان 18، ومنختم مع الكويت 29، الدوحة 27 درجة، أما الرياض عم بتسجل 33 درجة. هلأ مننتقل على لبنان. الساحل اللبناني عم تتراوح حرارته بين 10 وال 24 درجة، بالنسبة للجبل 17، أما بالداخل توصل أقصاها لل 20 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 20 درجة، طرابلس 21، الأرس 9، الكورة 22 درجة، منكفي على الهرمل 21، القاع 20 درجة، بعلبك 15، الرياق 20 درجة، نوصل على جبال 22، ميروب 11، جونيا وبعبدة 23 درجة، بيروت كمان 23 درجة وطقسها غائم، منكفي على زحلة 19، شطورة 18، عنجر 19، مشغرة 23 درجة، جزين 23، رشايا 21 درجة، مرجعيون 23، بنت جبال 22 درجة، ومنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا، صور وقانا 24 درجة. بكرة السبت طقسنا غائم، عنا تساقط الأمطار خفيفة بفترة النهار وبترجع بتشتد بفترة الليل مع رياح ناشطة لتوصل الحرارة أقصاها ل 23 درجة، أدنيها 14، بالنسبة للأحد 21، أما التنين بتنخفض ل 16 درجة. حرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الأربع درجات والتسع درجات. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. في دي ان اي بعد هذه النشرة، كيف تعاطى إعلام ومعلقو الممانعة مع الإعلان عن هدنة في اليمن تبدأ اعتبارا من العاشر من نيسان المقبل؟ والآن إلى إعادة للعناوين. يوم أمني طويل في بروكسل ينتهي باعتقال مشتبه بهم، وضربات التحالف الدولي تصطاد الرجل الثاني في داعش. إحياء الجمعة العظيمة في لبنان والعالم برتب درب الصليب ودفن المسيح. بنك مون يجول شمالا وبقاعا ويعاين أوضاع النازحين واللبنانيين ميدانيا. من فريق العمل، من سلمان ومني كل الشكر، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. من قناة الحدث وتلفزيون مستقبل دي ان اي، مساء الخير. قبل يومين اعلن المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ التوصل الى اتفاق بين الاطراف اليمنية على وقف القتال بعشر نيسان واستئناف المفاوضات المباشرة ب 18 نيسان بالكويت. الاتفاق تزامن مع مرور سنة على انطلاق عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية، واعتبرت الحرب حرب بالوكالة بين طهران والرياض، رغم انه في ناس ما بيتفقوا مع هالتوصيف. ايران تتهموها بالتحالف معنا، لا وجود لاي تحالف.
وكنا نرحب لو أن إيران فتحت علينا التحالف لتحالفنا معها ضد العدوان، لكن مش موجودة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، غير موجودة إيران في الأراضي اليمنية. شو خص إيران؟ شو خص إيران بالحرب باليمن؟ إيران ماكسيموم عبرت عن موقف سياسي، وأصلا شو كل الحديث عن إيران هو للتغطية على الحلفاء الحقيقيين للمخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين. شو خص إيران؟ شكرا لحزب الله، شكرا لحسن نصر الله الذي يقف معنا ضد العدوان، شكرا لهؤلاء الرجال الأوفياء. وحزب الله جزء من التنظيم الدولي لنمور التميل بسريلانكا، ما له علاقة بإيران. شو خص إيران؟ بصيروا يخبروك إنه إيران عم تتدخل باليمن، أعوذ بالله، بس حزب الله عم يتدخل بس مش أكتر. وعلى كل حال تدخل حزب الله هامشي، في عوامل أهم بكتير بهالحرب. المناخ الدولي اليوم هو ليس في صالح السعودية، وكان هذا أحد أسباب الذي دفعت السعودية إلى أن تلجأ إلى أن تفتح بوابات التفاوض على أقل تقدير من أجل إنهاء هذه الحرب. مش بس المناخ الدولي معادي للرياض، إنما أيضا المناخ الشعبي، وهذا أهم، حيث شهد العالم تظاهرات حاشدة ملأت شوارع المدن والعواصم بالعالم بكل العالم احتجاجا على التدخل السعودي باليمن. امتلأت الشوارع بالاحتجاجات على السعودية مثل ما عم تشوفوا. حتى القرار الأممي 2216 وهو مشروع عربي قدم لمجلس الأمن وصوت عليه المجلس بأغلبية 14 صوت وامتناع روسيا من دون فيتو، حتى هذا القرار جرى التصويت عليه بعد ما نومت السعودية مجلس الأمن مغناطيسيا، لأن مثل ما بتعرفوا كل المجتمع الدولي أساسا لو ترك هو ضد المملكة، كان صوت بغير طريقة. هم بني سعود هم الآن أشتروا كل المنظمة، أشتروا الأمم المتحدة، أشتروا حتى بان كيمون. خي والله احترنا، المناخ الدولي معادل السعودية أو المناخ الدولي مع السعودية، ما فهمنا، مش عم نعرف يعني ضده أو معه، لأن شريته ودافع حقه. حيرتونا. بس من شان ما نضيع، تعالوا نشوف العناصر المهمة بالمجتمع الدولي. أمريكا مثلا، شو الموقف الأمريكي؟ تعتقد أن السعودية تريد الخروج من هذا المأزق، لكن هي متورطة، وثمت دول كأمريكا تحرض السعودية وتدفع بها نحو الاستمرار في هذه الحرب؟ نعم بالطبع، هناك دول، وأعتقد أن الكيان الإسرائيلي ربما يلعب الدور الأكبر اليوم في هذه المعركة، وكذلك أيضا الولايات المتحدة. طيب هلا مشيني أنه عراسي الأمريكان مش كل المجتمع الدولي، يمكن أهم حدا بالمجتمع الدولي بس مش كل المجتمع الدولي، أوكي الأمريكان مع السعودية، بس من وين جاي العزلة؟ مين ضد السعودية باليمن؟ ولي العهد السعودي هو وزير الداخلية محمد بن نايف، يقوم بالضغط على الملك الآن لإنهاء هذا العدوان الجائر على اليمن. طيب. ويتمتع بتأييد أمريكي في ذلك. حبيبي هيدا صراع المحمدين أو صراع الأوبامين؟ أوباما أوبامين، يعني في أمريكا داعمة ومحرضة على الحرب باليمن، وفي أمريكا تانية ضد السعودية وضد الحرب باليمن. كيف؟ بس بكل الأحوال مش هذا المهم، المهم كيف انتهت الحرب. الميدان يؤكد، ليس نحن لكن الميدان يؤكد على أن هناك خسائر عسكرية كبيرة مني بها هذا الجانب، أكثر من 3000 جندي حسب الإحصاءات المنشورة الآن، أكثر من 3000 جندي سعودي قضوا في 3000 جندي سعودي قتلوا في هذه الحرب. 3000 جندي سعودي قتلوا في هذه الحرب؟ يا أحمق، من وين جبتوا لي هالضيف؟ من وين جبتوا لي هالضيف؟ مسكين حتى المحاور مش مصدق شو عم يسمع، إنه بده السعودية تكون خسرانة، بس 3000 قتيل سعودي. ليك مع إنه الحصيلة منطقية. منطقية كتير، أصلا تم إسقاط 1500 طيارة سعودية بريك باني، بيطلعوا 3000 قتيل سعودي، ما بده شيء. لا والأنكى من هيك، إنه رغم كل هالخسائر السعودية شو حققت الرياض؟ شو طلع لها؟
السعودية أسست لبدعة سيئة في المنطقة وأخطأت باعتدائها على اليمن. ما تقوم به السعودية هناك مشابه للجرائم التي ارتكبها الصهاينة في غزة، فما يقوم به السعوديون جريمة وإبادة جماعية يمكن ملاحقتها دولية. من المؤكد أن السعودية ستتضرر وتخسر جراء اعتدائها على اليمن، وسيمرغ أنفها في التراب ولن تنتصر أبدا. الهزيمة السعودية عندي من أوضح الواضحات، والانتصار اليمني من أوضح الواضحات. لم يتحقق ما صبت إليه السعودية والتحالف الذي تقوده في شيء. الوصول إلى يعني نهاية العام من العدوان السعودي، والسعودية لم تحقق شيء. مع أنه الهزيمة من أوضح الواضحات، بس لابد من أنه كمان قدم دليل على هزيمة السعودية الأوضح من الواضحات. I am pleased to announce today. يسعدني أن أعلن اليوم أن أطراف النزاع وافقت على إعلان وقف الأعمال القتالية في كافة أنحاء اليمن بدءا من منتصف ليل العاشر من نيسان، قبيل الجولة القادمة من محادثات السلام التي سوف تعقد في 18 من نيسان في الكويت. المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع ويسمح باستئناف الحوار السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وجميع القرارات ذات الصلة. المفاوضات وجها لوجه ستوفر آلية للعودة إلى عملية انتقالية سلمية ومنظمة تقوم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني. تفضل، شو بدكم أكثر من هيك هزيمة؟ شو بيكون حقق السعودي دخلك؟ بعد سنة من الحرب وصل على خطة حل وافق عليها الجميع تستند لثلاث أشياء: القرار 2216، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بين اليمنيين، في حين أنه أهداف عاصفة الحزم كانت التالية. وأعلنت قيادة التحالف عن بدء عملية إعادة الأمل لتحقيق الأهداف التالية: سرعة استئناف العمليات السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. القرار 2216، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، هيدي أهداف اليوم الأول، وهيدي الأهداف التي رضخ لها الحوثي. بس خسروا السعوديين، خسروا. أما أنف من الذي مرغ في التراب بعد سنة من عاصفة الحزم فأوضح الواضحات. تصبحوا على خير.